وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف يوسف مرعي، عضو الهيئة التحضيرية لطلاب اليمن في روسيا. أهلا بك يوسف. أهلا بكم. نعم. وكل السادة المشاهدين. نعم أهلا بك أستاذ يوسف، لماذا قمتم بهذه الحملة وما هي أبرز المطالب التي أطلقتموها؟ طبعا لا يخفى على المشاهد الكريم أنه مآسي الطلاب في الخارج لها ما يزيد عن 5 سنوات. هذه المأساة ليست منفصلة عن المأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب اليمني في الداخل نتيجة للحرب ونتيجة للانقلاب على الدولة. كانت تجري العادة أنه تصرف مستحقات الطلاب كل 3 أشهر بانتظام، هذا قبل الانقلاب. بعد ذلك تأخر صرف المستحقات في حينها. كنا نظن أن الحكومة الشرعية ستولي هذا الملف اهتماما بالغا، لأنه طلاب اليمن في الخارج هم صوت الشرعية أيضا، وهم ضد الميليشيات وضد ما يحصل في البلد. لكن للأسف طوال هذه الفترة لا نقتات إلا الوعود من قبل الحكومة الشرعية. على سبيل المثال في عام 2017 زارنا وزير الخارجية الأسبق الدكتور صلاح عبد الملك المخلافي ووعد أن مشكلة المستحقات ستحل قريبا وسينتظم صرفها. لكن نجد أنفسنا كل ربع دراسي مضطرين للتظاهر للمطالبة بمستحقاتنا. طبعا قبل حوالي أقل من 20 يوم كان هناك اجتماع لرؤساء الروابط الطلابية والاتحادات طلاب اليمن في الخارج عبر منصة زوم، تم مناقشة تأخر صرف المستحقات في الموعد المحدد. نحن الآن على أبواب موعد استلام الربع الثالث، بينما لم نتقاضى الربع الأول من المستحقات الدراسية للعام الدراسي الحالي والربع الثاني، ولم ترسل أيضا الرسوم الدراسية في وقتها. كان المفترض أن الرسوم الدراسية ترسل في بداية كل عام دراسي لكي يتسنى للطالب أن يدفع الرسوم الدراسية. وحتى ماذا عن الأرباع الذي يتم تأخيرها؟ هل تدفع من بعد أم يتم إلغائها؟ هي تدفع، لكن هي ترسل، لكن ترسل متأخرة. الآن الطالب اليمني يعيش أزمات مركبة. كنا نعاني من عدم صرف المستحقات في وقتها المحدد، أجا فيروس كورونا ضاعف المشكلة، إضافة إلى أنه هناك مشكلة إدارية في بعض السفارات، هناك السفراء لا يعرفون عملهم بالتحديد، ويضاعف من معاناة الطلاب ومن مشاكلهم في الخارج. على سبيل المثال هنا في أو عبر القناة البحرية هنا في روسيا هناك مناشدة للطلاب الضباط العسكريين اليمنيين الخريجين من جامعات عسكرية روسية تخرجوا هذا العام. كان المفترض من السفارة التواصل، كما هناك وعود أنه يتم إجلاء العالقين اليمنيين في أكثر من بلد. تم إجلاء كثير من العالقين اليمنيين في مصر وفي الأردن وفي السودان وفي الهند إلا روسيا. هناك العشرات من الطلاب من الضباط العسكريين الذين تخرجوا في روسيا ويريدون العودة إلى وطنهم، لا تذاكر سفر ولا مستحقات متأخرة تم استلامها. هناك مستحقات متأخرة يجب على الحكومة دفعها لهؤلاء الطلاب، وهؤلاء الطلاب عالقين بينما مدة بقائهم في هذا البلد ستصبح غير قانونية. بحسب إذن كيف يتدبر الطلاب أمورهم في ظل تأخر المستحقات لهذه الفترة الطويلة؟ طبعا لكي يفهم المشاهد الكريم أنه أحيانا ندشن مثل هذه الحملات ويتم الحديث أنه الطلاب يريدون مستحقاتهم بينما في الداخل الشعب لا يجد ما يأكله. هنا في هذا الموضوع مغالطة. طبعا الطالب اليمني في روسيا أو في أي بلد، الطالب المبتعث إما أن يكون طالب مبتعث من الحكومة، والحكومة عليها التزامات بدفع مستحقات هؤلاء الطلاب باعتبارهم طلاب متفوقين خريجي الثانوية العامة، وهؤلاء الطلاب
إما طلاب مبتعثين بتمويل حكومي، وكانت الحكومات تمول أكثر من 700 منحة سنوية، وتم اعتماد ميزانية لهذه المنح، وهناك طلاب حاصلون على مقاعد مجانية في ضمن التعاون الثقافي بين اليمن والدول المختلفة. هؤلاء يحصلون على مساعدة من الحكومة. نعم، إلى أين؟ وهناك طلاب النفقة الخاصة الذي كانت تمولهم، دعيني أكمل، كانت تمولهم عائلاتهم، لكن بسبب الحرب وسبب الوضع القائم في البلد، نعم، عائلات هؤلاء الطلاب التي كانت ترسل مساعدات لأبنائها في الخارج لا تستطيع إرسال المساعدات لهؤلاء الطلاب، وبالتالي الطالب يحاول أن يشتغل ولكي يسد رمق جوعه، نعم، ويحاول أن يدرس. وفي هذه الحالة هناك صعوبة كبيرة، يعني الطالب وفقا لقانون الابتعاث رقم 19 لسنة 2003، وكل المواد في هناك مادة أو فقرة من هذا القانون تنص على أنه لا يحق للطالب العمل سواء بأجر أو بغير أجر. نعم. لماذا؟ لأن هذا سيساهم أنه الطالب يؤثر على التحصيل العلمي للطالب وعلى مستواه الدراسي. لكن للأسف الشديد في ظل هذه الأزمات، أزمة الحرب، أزمة كورونا، الطالب مضطر اليمني يضطر أن يشتغل بأجر، حتى أجر زهيد، وأحيانا طلاب تركوا الدراسة لكي يتسنى لهم الحصول على لقمة العيش. نعم، أستاذ يوسف، إلى أين وصلت وعود الحكومة لكم؟ طبعا كما جرت العادة، يعني منذ 5 سنوات وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ووكيل الوزارة الدكتور مازن الجفري، نعم، يطلون علينا قبل إرسال الربع اللي المفترض نستلمه قبل ربعين من الآن، أنه ستصرف المستحقات خلال أسبوع. الطالب ينتظر ما يقارب الشهر الشهرين، ولا أذن من طين وأذن من عجين. أعتقد أنه الطلاب واتحاد طلاب اتحاد الطلبة اليمنيين في الخارج، الهيئة التنسيقية، أعتقد سندشن الاعتصامات كما دشنا عشرات الاعتصامات الطلابية من أمام أبواب السفارات، سواء في موسكو، في ماليزيا، في أكثر من بلد، لأنه لا نملك إلا وسائل التواصل الاجتماعي والمظاهرة المختلفة. طبعا هي رسالة لوزارة التعليم العالي، اجعلوا بيننا وبينكم قانون الابتعاث والحكم. ما يحصل للطلاب إهانة للطالب اليمني، وإذلال للطالب، وتجويع للطالب. هذه جريمة بكل المقاييس، ويحاكم عليها القانون. كما هي رسالة عبر قناة المهرية، ورسالة لكل الشرفاء ولكل الصحفيين. نعم، في هذه الرسائل والحملات المختلفة يوسف، نحن لاحظنا تكرار مثل هذه الحملات، هل تجدون لها صدى لدى المعنيين؟ أعتقد أنه حتى الطلاب اليمنيين ملوا من كثر هذه الحملات. نعم. كنا نظن أنه الحكومة ستساهم في إيجاد آلية معينة لحل مثل هذه المعضلة وهذه المشكلة، وهو ملف بسيط بالمناسبة. نعم. يعني الحكومة الشرعية يجب أن تعطي هذا الملف أولوية وتعالج مثل هذه القضية، لأنه في الأخير هذا يؤثر على سمعة الشرعية في الخارج. مثلا في هذا البلد في روسيا، عندما نتظاهر أمام السفارة كل ربع دراسي للمطالبة بمستحقاتنا، يعني هذا يرسل رسالة سيئة أيضا للروس، أنه الحكومة الشرعية اليمنية عاجزة عن حل مثل هذه المشكلة البسيطة، وبالتالي كيف تدير ملف الحرب وتدير الكثير من الخدمات والملفات الأساسية. نعم، في اليمن. بالفعل. إذا ما هي خطواتكم القادمة في حال عدم التجاوب مع هذه الحملات؟ ليس لنا إلا أن نعتصم أمام السفارات للمطالبة بمستحقاتنا، أو نرسل أو نعتصم أمام حتى مكاتب الأمم المتحدة في أكثر من بلد، لأنه هناك مشكلة أيضا
كبيرة، الطلاب الموفدين موفدي الجامعات، هؤلاء الطلاب عندهم التزامات، هناك طلاب في ماليزيا عندهم التزامات لأسرهم، وبالتالي تأخر التزامات دفع الإيجار، التزامات دفع الرسوم الدراسية، التزامات المعيشة لأطفالهم في بلدان الابتعاث. هذه ما يحصل للطلاب اليمنيين جريمة، جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ما علينا إلا أن ندشن مثل هذه الحملات، نواصل مثل هذه الحملات، الاعتصامات أمام السفارات. إذن كيف كان تفاعل الناشطون مع هذه الحملات؟ كيف كان بالنسبة لتفاعل الناشطين؟ أعتقد أنه عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج هو أيضا عدد كافي لإحداث ضجة كبيرة، وهؤلاء الطلاب متمرسون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتوظيفها بشكل جيد لصالح حقوقهم ولصالح الكثير من القضايا الوطنية. وبالتالي هناك 7000 طالب مبتعث، لو كل هؤلاء الطلاب تفاعلوا في حملة موحدة في أكثر من بلد في وقت واحد وفي توقيت واحد عبر هاشتاج معين، أعتقد أنه ستصل رسالتنا وبقوة. والحملة يجب أن تركز على مسألة حل مثل هذه المشكلة وإيجاد آلية معينة ومزمنة، لأن يكون الطالب يستلم مستحقاته في موعدها المحدد كما جرت العادة قبل كارثة 21 سبتمبر 2014. هل ساعدت السفارة ورجال الأعمال في حل هذه المشكلة، وخصوصا مع جائحة كورونا التي لا شك فاقمت من هذا الوضع؟ أعتقد لا يخفى على كثير من المشاهدين سوء أداء السفارات في الخارج، خصوصا في روسيا. قبل في أكتوبر من العام الماضي دعينا بطلب رسمي من الملحقة الثقافية ومن الملحق الثقافي في سفارة بلادنا الاجتماع مع قيادة الوزارة. الوزارة أرسلت مبعوث إلى موسكو، وحضرنا لكي رؤساء الروابط الطلابية من مختلف المدن الروسية. وفوجئنا باستدعاء السفير للشرطة الروسية، وأنا أحد الذين تم اعتقالهم وزميلي واسفيريف، واعتقلنا في قسم الشرطة الروسية، وتهمتنا أنه يعني ألفق لنا تهم أنه نقوم بإيذاء البعثات الدبلوماسية، وهذا في القانون الروسي، في القانون الجنائي الروسي، جريمة كبيرة. لكن حصلت حملة إعلامية ضخمة، تم الإفراج علينا بضمانات، والروس تفهموا أكثر من سفارتنا للأسف الشديد، ومن السفير وضعنا الإنساني الصعب في دول الابتعاث، وفهموا أن هذه يعني تهمة كيدية. بحكم أنه في النهاية نحن طلاب متفوقون، ليس لدينا أي مشاكل في هذا البلد. أداء السفارات مخجل جدا منذ جائحة كورونا إلى الآن. مثلا في روسيا أصيب أكثر من 6 طلاب في فيروس كورونا، وللأسف الشديد دور السفارة غائب جدا. ما يحصل أنه الطلاب بمجهوداتهم الذاتية ومن مستحقاتهم المتأخرة أيضا يقوموا بدفع اشتراكات لمساعدة الطلاب الذين تضرروا والذين أصيبوا. نعم يوسف، إذا ما هي رسالتك الأخيرة؟ غياب تام لأداء السفير في روسيا وأداء السفارة بشكل عام. وبالتالي هي رسالتنا أيضا للحكومة، الحكومة الشرعية أيضا، أحسنوا اختيار سفرائكم في الخارج. أنا لا أعرف يعني لماذا السفير في هذا البلد كل 3 أشهر يقوم باستعداء الطلاب ويقوم بإيذاء الطلاب. ربما هو يريد أن يرسل رسالة سيئة للروس أن الحكومة الشرعية أيضا فاشلة، وبالتالي لا تستطيع إدارة الكثير من الملفات. انظروا مثلا إلى ملف الطلاب على سبيل المثال، وبالتالي أداء بعض السفراء يظهر أن الشرعية للأسف الشديد دائما تقوم بإطلاق النار على قدميها في أكثر من ملف وفي أكثر من قضية للأسف الشديد. نعم، إذن يوسف مرعي عضو هيئة اتحاد الطلاب اليمنيين في روسيا، شكرا جزيلا لك.